شنو هذا اللي احسن من شنو؟ الاسماء والفعل والحرف. جيد، الاسم والفعل والحرف. زين، الاسم يعني اقصد انه كل شيء موجود على الكره الارضيه له اسم، تمام؟ اذا اريد اجي اعرف شنو معنى اسم، الاسم هو كل شيء له اسم. زين، مثل شنو عندي؟ مثل انسان، اسم الانسان. اسم الانسان اللي هو اي اسم، مثل محمد، علي، فاطمه. اعطي مثال. محمد، عندي مثل زينب. بعد الانسان عندي منو؟ عندي شنو؟ الحيوان. اسماء الحيوانات كثيره، اعطوني واحد بس. اسد. جيد. بعد عندي منو؟ النباتات. النبات، اعطوني نبات واحد. ورده. جيد. بعد عندي اخر شيء منو؟ عندي الجماد. جماد اسمه هو شو معنى جماد؟ شيء ما يتحرك. شيء ليس له روح ولا يتحرك، مثل شنو قلنا؟ مثل حقيبه او قلم او شباك، كل هذه جماد ليس لها روح. زين، ارجع للقسم الثاني اللي هو قلنا عليه شنو؟ فعل. الفعل قلنا عليه معناه شنو؟ هو عباره عن عمل، عمل نقوم به. زين، اذا اريد اعرف اقسام الفعل شنو؟ بعد قلنا فد شيء يدل على الزمن القديم، شنو اسمه هذا الفعل؟ الزمن القديم هو السابق. يعني شنو معناه؟ شنو اسمه؟ فعل ماضي. جيد، الماضي. عفيف، ماضي. قلنا عليه انه هو عمل يتم بالزمن السابق، انه عمل صار وانتهى. بعدها عندي النوع الثاني للافعال اللي هو يدل على الان. شو بيصير الان؟ الحاضر والمستقبل. شو بيصير الان؟ الان شو بدي اسوي هسه؟ شو اسمه؟ شنو اسمه؟ مضارع. مضارع. جيد، مضارع. زين، النوع الثالث اللي قلت عليه الطلب، انه انا اطلب الشخص طلب او عمل معين يقوم به الشخص اللي امامي، شنو اسمه هذا؟ امر. جيد، احسنتي، امر. زين، عندي اقسام الفعل صارت ثلاثة، ماضي، مضارع، امر. زين، اجي اعطي مثال، عندي مثل نام. بالمضارع شو راح يصير عندي؟ نام. بالمضارع شو راح يصير عندي؟ اضيف نام. ينام. جيد، احسنتي. زين، واذا اقول بالامر شو راح اسويها؟ نم. احسنت. زين، اقول مثلا اخذ فعل ثاني، اقول فرحه. فرحه بالمضارع شو راح يصير؟ يفرح. زين، واذا امرت؟ افرح. افرح. عفيف، احسنت، افرح. زين، عندي القسم الاخير اللي هو الحرف. اذا اقول لكم شو معنى هسه عندي القسم الاخير اللي هو الحرف. زين، اذا اسالكم سؤال شنو معنى حرف باللغه العربيه؟ حرف. شنو معنى حرف؟ اي اللي هي شنو؟ عندي ما عندي حروف باللغه العربيه، من ضمنها الحروف اللي ناقصها هي وين تاتي؟ في وسط الجمله. شنو اسم هاي الحروف؟ الوسطيه. غير الوسطيه. بعد حروف الجر. حروف الجر، احسنت، حروف الجر. زين، اذا اريد اعرف حروف الجر شنو هي عندي؟ من. جيد، من، الى، بعد، عن، على، و الفي، بعد من. خلينا نقول هالنا بعدنا حاليا هذه حروف الجر اللي موجوده عندنا، تمام؟ عندي بعد حروف اخرى، تمام؟ من مراحل اللاحق ان شاء الله راح ناخذها ونطلع عليها. لحد الان الموضوع واضح؟ اذا فرق ما بين شنو معنى الاسم والفعل والحرف.